السلام عليكم يا رب جميعا تكونوا بخير. في فيديو النهارده هعمل معاكم طبق من الاطباق اللي دايما بتكون على سفرتنا في اي عزومه. عندنا عزومه يبقى اكيد هنعمل رز بالخلطه. طريقته بسيطه جدا وسهله، وكمان طعمه حلو قوي وشكله بيبقى حلو جدا على السفره في اي عزومه. وكمان وجبه غدا سهله وسريعه ما بتاخدش وقت، تعملوا جنبه شويه سلطه وكده يبقى تمام جدا. نقول بسم الله ونبدا. عندي طاسه على النار حطيت فيها شويه من الزيت، يعني في حدود 3 معالق او 4 معالق من الزيت، وحطيت كمان بصلة متوسطة. انا عملتها في الكبة، ممكن تبشروا البصلة او تقطعوها قطع صغيرة. بقلب البصلة شوية لغاية لما تدبل وتبدأ تغير لونها وتاخد اللون الذهبي. طبعا النار عالية مش البصلة كلها هتغير لونها، هتلاحظوا ان الجوانب بدأت تاخد اللون الذهبي. في الوقت ده بحط فصين من الثوم المهروس. لاحظوا البصلة لسه لونها ابيض بس في اجزاء بسيطة بدأت تاخد اللون الذهبي. في الوقت ده بحط فصين من الثوم المهروس وبقلب الثوم شوية مع البصل لغاية لما ريحة الثوم تطلع. بعد كده بحط القوانص. القوانص طبعا غسلها كويس جدا ومقطعها قطع صغيرة. انا هعمله بالكبد والقوانص، لو انتوا حابين ممكن تعملوه بالكبدة بس او بالكبد والقوانص، ده شيء يرجع لكم. بحط القوانص الاول عشان القوانص بتاخد وقت في التسوية اكتر من الكبدة. بقلب القوانص تقليبة مع البصل وبفردها في الصينية وبسيبها شوية على نار عالية. بعد كده ببدأ اقلبها تاني لغاية لما احس ان هي بدأت تدخل في التسوية شوية. القوانص مش هتستوي، مجرد بس انها تغير لونها وتبدأ تدخل كده معايا في التسوية. في الوقت ده هبدأ احمر معاكم المكسرات. استخدموا اي مكسرات موجودة عندكم، لو انتوا حابين ممكن كمان تستغنوا عن المكسرات. انا عندي شوية من الصنوبر وحطيت معلقة سمنة وبحط الصنوبر وبقلبه. وخلوا بالكم اي نوع مكسرات عندكم ما بياخدش وقت على النار، مجرد اللي انتوا تلاقوه بدأ ياخد اللون الذهبي على طول شيلوه من على النار، لانه كده كده هو بيكمل كمان تسوية شوية من السخونية فلونه بيغمق كمان سنة. انا الصنوبر عندي بدأ ياخد اللون الذهبي ففي الوقت ده خلاص كده هقفل عليه النار. طلعت الصنوبر في طبق علشان السمنة دي هستخدمها، هقول لكم هعمل بيها ايه. دلوقتي هرجع معاكم للقوانص. القوانص بدأت تدخل في التسوية وغيرت لونها، فهحط عليها الكبدة. هقلب الكبدة تقليبة مع القوانص وهفردها في الطاسة، بس مش هقلبها كتير عشان الكبدة ما تنزلش ميتها. ولما الكبدة تغير لونها وتاخد لون من تحت بقلبها تقليبة وبفردها برضو في الطاسة علشان كلها تاخد لون وكمان ما تنزلش ميتها. وهنا بوريكم الصنوبر ان هو لونه ذهبي، انا كنت مطلعاه لونه افتح من كده بس هو بيكمل تسويته من السخونيه. بقلب الكبده تقليبه. بعد كده ببدا احط لها البهارات. الكبده طبعا انا غسلاها وعامله لها محلول نقع ومقطعاها. الكبده بدات تاخد لون بس مش كلها غيرت لونها. بحط معلقه من الفلفل الاسود وبقلب الفلفل الاسود مع الكبده. كل ما بحط مكون بقلبه تقليبه. وحطيت معلقه من بهارات الفراخ وبرده بقلبها مع الكبده تقليبه. واخر حاجة بحط الملح وبقلبه وبغطي على الكبدة وبسيبها تستوي. وكل فترة ببص على الكبدة وبقلبها تقليبة، وخلوا بالكم منها علشان ما تتحرقش منكم. ولو لقيتوا ان الكبد والقوانص نشفت معاكم وهي لسه مستويتش، يعني انتوا دقتوها ولقيتوها لسه محتاجة شوية تسوية كمان، ممكن تزودوا لها شقشاء صغير او شوية صغيرة من الشوربة او المية المتوفر عندكم. انا زودت لها شوية من الشوربة. الحلة الحمراء دي كنت بعمل فيها شوربة فاخدت حبة صغيرين خالص وحطيتهم عليها وغطيتها تاني وسبتها لغايه لما استوت. على ما الكبد والقوانص تستوي هعمل الرز. حطيت معلقتين كبار من السكر، انا هعمل كوبايتين رز، فحطيت معلقتين كبار من السكر، يعني لكل كوبايه معلقه على حسب بقى عدد كوبايات الرز اللي انت تعملوها. بسيب السكر يسيح وياخد لون البني وخلوا بالكم منه لانه بيتحرق بسرعه جدا. بحط على طول 3 كوبايات من الميه، وده لان هعمل كوبايتين من الرز، لكل كوبايه رز كوبايه ونص من الشوربه. بحط كمان ورقتين من اللوري وعود قرفة وبظبط الملح وبحط معلقة من بهارات الفراخ وحطيت معلقة صغيرة من القرفة البودر. ممكن كمان تحطوا رشة من الفلفل الأسود، وخلوا بالكوا الشوربة بيكون فيها فلفل أسود. الرز بالخلطة بيتعمل بأي نوع شوربة، سواء شوربة لحمة أو شوربة فراخ، المتوفر عندك استخدميه. ولو بتحبي الزبيب بتحطي على الشوربة نص كوباية من الزبيب، وبسيب الشوربة تغلي غلوتين. والسمنة اللي قلتلكوا هستخدمها حطيت فيها الرز. الرز ده أنا غسلته ونقعته شوية. بقلب الرز في السمنة علشان الرز يسخن ولو في مية تنشف، وكمان الرز يتغلف كويس بالسمنة، الحركة دي بتخلي الرز يطلع مفلفل. انا سخنت الرز في السمنة، لكن انتوا لو حابين تحمروا الرز بتفضلوا تقلبوا فيه لغاية لما الرز ياخد اللون الذهبي، برضو ده شيء يرجع لكم. بسيب الرز يغلي على نار عالية، بعد كده بغطيه وبهدي النار وبسيبه لغاية لما يستوي، بياخد في حدود 20 دقيقة. انا كنت نسيت احط الزبيب على الرز. بعد ما هديت النار على الرز شفت الزبيب وافتكرته، كنت نقعاه صفيته من الميه وحطيته على الرز وقلبت الزبيب مع الرز وسبته على نار هاديه لغايه لما الرز استوى.
لكن المفروض تحطي زبيب على الشوربة، وكمان من غير ما تنقعيه، يعني ممكن تحطيه اصلا مع الشوربة، عشان كده كده الشوربة هتغلي قبل ما تحطي الرز. وقدمي الرز بالطريقة اللي تحبيها، ممكن تحطيه في قوالب الكيك وبعد كده تقلبيها، بتكون شكلها حلو قوي. لكن انا هقدمه بالطريقة العادية التقليدية اللي كلنا متعودين عليها، حطيت الرز وهحط عليه الكبد والقوانص، وهرش رشة الصنوبر، واخر حاجة هديله رشة بسيطة من البقدونس. الرز مفلفل ومظبوط جدا وطعمه حلو قوي، اعملوه بنفس الطريقة وبنفس المقادير، هيطلع مظبوط معاكي. حتى لو اول مرة تعمليه او بتعمليه مش بيظبط معاكي، جربي الطريقة دي وجربي المقادير اللي قلتلك عليها، هيطلع معاكي مظبوط من اول مرة. واتمنى ان انتوا تجربوه ويعجبكم، والى اللقاء في الفيديو القادم، وباي باي.